السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. عايز أتطرق للتعليقات اللي قالها أمير مرتضى منصور مع خالد الغندور في برنامج الزمالك اليوم، وكمان الكلام اللي قاله خالد الغندور هنتكلم عنه لكن بشكل أكبر بعد ما نتكلم فيه. طارق يحيى هيكون مع خالد غندور في الفقره بتاعه التحليليه بتاع لاعبي نادي الزمالك. كان طارق يحيى بيحلل المباراه على قناه تايم سبورت مع الكابتن حماده صدقي وسامي الشيشيني على قناه تايم سبورت. فجت الكوره، تعليق الكابتن حماده صدقي على الكوره الخاصه باللاعب طرد فرجاني سيس، الكوره الاولانيه اللي تدخل فيها تدخل عنيف مع ده الشوط الاول. يعني الشوط الاول المفروض كان طارق كان فرجاني ساسي يتم طرد فرجاني ساسي ف او الشوط الاول او الشوط الاول لا الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني يعني. كابتن حماده صدقي علق على الكوره وقال المفروض في ساسي يتم طرده في اول كوره، يعني ما ياخدش مجرد انذار، طرد مباشر يعني. لكن طارق يحيى يعني فلسفه غريبه اول مره اشوفها، يعني قال لك ايه، لا لو شفتوا الكوره من الزاويه الثانيه هتلاقي لاعب المقاولين رجله انتانت قبل ما ساسي يوصل له. يا سلام، يعني ساسي بيبص له كده اللاعب يترعب ويجي له ثانيه في رجليه، مش فرجاني ساسي هو اللي دخل عليه. يا اخي عندهم كميه قلب للحقائق غريبه وكلام مش منطقي. اللاعب ماشي بالكوره قال ايه، بصوا الهواء نفخ في رجل اللاعب راح خلى رجل اللاعب انتانت قبل فرجاني ساسي ما يلمسه، يعني حاجة غريبة. بالنسبة لفرجاني ساسي وقضية طرده، الحكم أحمد الشناوي قال فرجاني ساسي هيتم طرده المباراة القادمة، أو هيتم طرده مش هيلعب المباراة القادمة، وإنذاراته زي ما هي. يعني كان داخل مباراة المقاولين وعنده إنذارين، وخرج من مباراة المقاولين مش هيلعب المباراة القادمة وهيظل عنده إنذارين. يعني لو لعب المباراة بعد القادمة فهيبقى وخد إنذار مش هيلعب المباراة اللي بعدها. يعني قصة فرجاني ساسي دي برضو ممكن تكون صعبت موضوع ان النادي الاهلي يلعب مع نادي الزمالك زي ما الكابتن الخطيب اعلن، يعني لان هنسمع مرتضى منصور يطلع يحلف بالطلاق تاني ان انا ما انا لاعب، انتوا عايزين العب الاهلي وفرجاني ساسي مطرود، انتوا عايزين مش عارف ايه. كلنا عارفين النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين انه اعلن مش هيلعب اي مباراه في الدوري الا بعد مباراه الزمالك. فكلام كتير وتفكير كتير ان المباراه ممكن تلعب قبل توقف الدوري قبل يوم 28، يعني ممكن يوم 28 بالكثير يعني مباراه، لو فكر الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه انها تتلعب. والنادي الاهلي خلاص لغى حجوزاته وحجوزات الطيران والفندق من الجونه، يعني ما فيش سفر للجونه. زي ما بقول لحضرتك مرتضى منصور هيطلع بعد طرد ساسي يقول لك علي كذب الثلاثه، علي مش عارف ايه، لو السماء انطبقت على الارض مش هلاعب، ان عايزين انت تخسروني، هروح ازاي العب من غير فرقه. فده صعب. ومناسبة برضو احمد الشناوي الحكم قال ان كان يعني اتكلم بقى، قال لك الركنيه مش ركنيه اللي كانت قبل ضرب هدف فرجاني ساسي الزمالك، واتكلم على ان كان في انذار لاوباما كان المفروض الحكم ما اداهوش، الحكم كان شايف لون واحد بس. وممكن لو لحقنا ناخد تعليق عماد النحاس على المباراه، تعالوا بقى ناخد كلام خالد الغندور عن المباراه. خالد الغندور قال لك ايه على الهدف الثاني بتاع نادي الزمالك، والكره لما اتحسبت ضربه ركنيه وهي مش ضربه ركنيه، مفيش اي لاعب نادي المقاولين لمسها. خالد الغندور قال لك يا ما شفنا كرات كتير جدا، اوتات مش اوتات، كورنرات مش كورنرات، فاولات مش فاولات، ويا ما شفنا كتير جدا الكلام ده للخصم. يعني بيتكلم عن النادي الاهلي، يعني هنفترض يا اخي انا همشي معاك جدلا ان كلامك صح، وده ماشي هعتبر، ما هو الحكم بيخطا، لكن في فرق بين خطا مؤثر، يعني فاولات مش فاولات اهداف، لكن في فرق من خطأ مؤثر وخطأ مش مؤثر. لكن الحاجات اللي العين بتشوفها ومفيش فيها التحامات، يعني بالنسبة للفاولات تتفق تختلف ماشي. ضربات الجزاء بتبقى واضحة بناء على القانون، لو الدفع الماسك الكلام ده كله بيبقى، لكن الفاولات دي قصة تانية. في حكم ممكن يقول لك الالتحامات القوية دي عادي معتاد على التدخل العنيف بين اللعيبة، وحكم من مجرد لمسة بيحسب فاول يعني، فده مفيش فيها مشكلة. لكن الكور الثابتة اللي بترتب عليها اخطاء مفيش مشكله، قول انه في خطا ترتب عليه هدف، ما عنديش مشكله ان انت تقول كده، قول خطا للحكم، الحكم اخطا
واحتسب ركنية تسببت في هدف نادي الزمالك زي ما كلنا بنقول، لكن تدخل النادي الأهلي وصل ده بيحصل، وشفنا ده كتير مع الخصم. طب وها حصل لك يا سيدي، هيفضل هو الخصم اللي بيتحسب له، ولا هتيجي تقول الأهلي والزمالك بيتحسب لهم، وهتلغي بقى المؤامرة الكونية والتآمر على نادي الزمالك؟ لكن انت شايف دايما النادي الأهلي. وبرضه في السياق ده في هاشتاج اتعمل حاليا، لجنة حكام لإنقاذ الزمالك، بسبب ان الزمالك واخد اكتر من كذا نقطة، يعني المقاصة فوز عن المقاصة واخد نقطتين. في كلام عن مباراة الاتحاد انه يعني كان في ضربة جزاء، وانا مش متأكد منها للأمانة، لكن كلام على مباراة الاتحاد، مباراة المقاصة ضربتين جزاء للمقاصة واضحين وضوح الشمس، ممكن يغيروا نتيجة المباراة. والنهارده في الهدف الثاني يعني نقطتين، ونقطة يا اخي خليهم اقل تقدير نقطتين. يعني انت كنت المفروض تخسر 4 نقاط في مسابقه الدوري، انت رصيد الزمالك حاليا 10 نقاط بعد التعادل مع اف سي مصر، خسر نقطتين، اخصم منهم كمان 4 نقاط للزمالك رصيده 6. يا اخي لو في حكام اجانب كان الزمالك ده شفناه الموسم ده يمكن بقى في المنطقه الدافيه الحقيقيه اللي كان بيقول عليها محمد الشناوي. المهم قال لك شفنا النهارده خالد غندور برضه عنده عقده من اي حاجه لها علاقه بالنادي الاهلي، ومتصور ان هو لما يجي يلعب لازم كل الفرق تفتح له، على الرغم ان النهارده اداء المقاولين اداء سيء جدا جدا جدا. لعيبه كانت رايحه مركزه مع اسوان، فجاه لعبت الزمالك فمفيش تركيز قدام الزمالك، عندهم مس باصات كتير واخطاء كتير، مفيش ضغط، اتكلمنا في الامور دي في الفيديو السابق. لكن كلعب وكخصم وكشراسه مش زي الجونه، مش زي الجونه امام المقاولين. لكن لازم نهاجم عماد النحاس، لازم نتكلم عن عماد النحاس. قال غندور قال لك ايه، شفنا النهارده عماد النحاس بيزعق طوال المباراه، امال ايه يعني، يفضل يسكت ما يتكلمش مع لعيبته، واللعيبه بتاعت المقاولين بتعترض، وكل ده عكس الهدوء اللي لعبوا بيه النادي الاهلي. اولا في فرق شاسع ما بين مباراه النهارده ومباراه النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي كانت مباراه المقاولين الوحيده المتاجله، بعد المقاولين حسم المركز الخامس خلاص وملوش امل في المركز الرابع، فالمباراه بالنسبه للمقاولين كانت تحصيل حاصل. لكن مباراة في بداية الدوري الراجل بيجمع النقاط ومن حقه، ولو النادي الأهلي وبعدين تتكلم عكس مباراة، طب ما هو النادي الأهلي المقاولين على ما أعتقد كسبان النادي الأهلي في الدور الأول الموسم اللي فات، هو برضه عماد النحاس كسبان الأهلي الموسم اللي فات في الدور الأول، وتعانتوا وتعادلتوا معاه في الدور الثاني لما الحكم حسب تسلل قبل نص الملعب على أحمد علي. فأنت بتتكلم إزاي يعني، عايز كل اللعيبة او الفرق اللي تقابلك مدربين قاعدين حاطين ايدهم على خد، والعب يا بيتشو بقى والعب ازاي، ايه يا عم انتوا بتتكلموا في ايه؟ ومن حقه يتعصب. النهارده الحكم بيحسب عليه ركنيه تسببت في هدف عليه، ضيع منه نقطتين، يقعد ساكت يسقف للحكم يقول له معلش، ها يقول له ايه؟ ما لازم يتعصب. قال لك ايه كم هذه العصبيه زائده عن الحد. ده خالد غندور بيقول على عماد النحاس ما حسبناش ضربه جزاء غير صحيحه ولا طرد غير صحيح، وواضح ان حد قال لهم يعملوا كده، واضح ان عندهم مؤامره برضه، واضح ان قال لحد عماد النحاس ولاعيبه المقاولين يعملوا كده ويعترضوا كتير وبتاع، وما اتحسب لهمش ضرب جزاء، اتحسبت لهم ركنيه عليه ضدهم، ركنيه تسببت في ضرب جزاء. هو النهارده محمد شناوي لما محمود ابو سعود لما يعترض مش من حقه يعترض، يقول لك حد قايل لهم كده، لازم يكون جنريشن قال لك ناصر الخليفي اللي قايل لهم كده، وبعت رشوه 50,000 دولار ومش عارف ايه، الجونه قال لك رجل اعمال هيبعت لهم شنطه فلوس وهيعمل لهم ومش عارف ايه وعود من مش عارف ايه، النهارده المقاولين حد قايل لهم كده، كل ماتش لازم حد يقول للفرقه اللي بتلعب الزمالك تعمل كده. طب ما قلتش ليه على كده الكلام ده على عبد الناصر محمد لما تعادل معاك وخد منكم نقطتين رسمي فهمي نظمي مع اف سي مصر؟ لكن اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي خلاص مفيش اي مشكله، اتكلم وخلاص. في نفس التوقيت اللي هو بيهاجم فيه عماد النحاس كان خالد غندور برضو قال لك ايه، قولا واحدا الجهاز الفني للمقاولين العرب كان ضاغط بطريقه مش طبيعيه على لعيبه المقاولين انهم يعملوا نتيجه ايجابيه، وهل ده مش من حقهم يعني ان الجهاز الفني يضغط على لعيبته عشان يحاول نتيجه ايجابيه؟ يعني هو غلط، وعشان النحاس كان هيدرب النادي الاهلي وكان مرشح، والنحاس ما ده الكلام انت قلته عماد النحاس وطلع كله في شنك يعني، وكان عايز يتصيط ويقول الاهلي ضيعت لكم نقطتين، هو الاعلام يتكلم، ويا كابتن عماد انت ما رحتش بولا كوره، يا سلام عليك يا كابتن خالد، امال الجون اللي جه في محمد عواد ده ايه لما هو ما راحش بولا كوره يا راجل. امير مرتضى دخل بقى قلب الطاوله على كلام خالد غندور، قال له ايه؟ يعني مش هنغلط، يتكلم عن موضوع لعيبه نادي المقاولين والعصبيه، بيساله ايه رايك في العصبيه اللي كانت في عماد النحاس؟ قال لك ده حق عماد، لكن عصبيه المشكله انها جايه من لعيبه نادي الزمالك السابقين،
ما اتكلمش عن عماد النحاس عكس ما خالد الغندور اتكلم، قال لك ايه؟ المشاكل دايما بتيجي من اللعيبه السابقين للزمالك، بيكون فيها استقرار، بيكون فيها استفزاز للاعيب الزمالك، يعني مش النحاس زي ما كان خالد الغندور بيقول. وكان برضو اي واحد بيطلع من اي، لما نشوف لعيبه النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بتروح تموت نفسها، ده كان ناصر ماهر بيقول لك، او باسم علي كان طالع عاره تقريبا او حاجه زي كده، قال لك ايه؟ انا هفكر ان انا ما يعني الغي بند عدم المشاركه من الاهلي، لان دي المباريات اللي ممكن تخليك ترجع. ويعني لعيبه النادي الاهلي حتى السابقين بيأدوا اداء قوي امام النادي الاهلي، على الاقل عشان يثبت لفريقه ان هو خسر، وده حقه، وده حقه. لو ما كانش هيلعب قدام النادي اللي سابه بالقوه دي عشان ياكد على فكره ان انت خسرتني، انا كنت لاعب جيد، وهيعملها قدام مين؟ لكن مع نادي الزمالك، لو اي لاعب من لعيبه نادي الزمالك لعب برجوله وادى اداء جيد، لا يبقى مستفز، يبقى بيستفز جماهير نادي الزمالك، واي مؤامره وخلاص يعني. واتكلم بقى بكلام جديد اول مره اسمعه، قال لك احنا خسرنا الدوري الموسم اللي فات، ده امير مرتضى بسم الله اللي دارس في برشلونه، اللي بيقول لك فكره ان المدير الفني هو اللي اختار اللعيبه ديت خلصت من زمان. بيقول لك احنا خسرنا الدوري الموسم اللي فات لاسباب ان احنا كنا مركزين في اكتر من بطوله، فاللعيبه ما كانتش عارفه، اللعيبه كانت تايهه، ما كانتش عارفه تركز في انهي بطوله. وانت مش بتقول يا عم ان انت فريق كبير، والفريق الكبير بيخش اي بطوله بيركز فيها وعايز ياخدها. يا 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 امير، يا امير، يا اخ امير. تعال ناخد بقى ايه كلام عماد النحاس عن موضوع مباراه الزمالك وتعليق عماد النحاس. عماد النحاس علق على المباراه بعد خساره المقاولين من الزمالك، وقال عماد النحاس واكد ان هناك فرق في ان تواجه اسوان مره واحده بتلاقي نفسك بتلعب الزمالك، واتهم اتحاد الكوره بانه استسهل الموضوع، وان زي ما احنا عارفين كان الزمالك هيلاعب الاهلي، ففجاه عماد النحاس بعد ما كان رايح اسوان ممكن ياخد منها 3 نقاط، الدنيا باظت مع عماد النحاس. وقال عماد النحاس تعرضت للظلم بضربه ركنيه وهميه جاء منها هدف الزمالك، حكم لا يرى الا التيشيرت الاصفر فقط، 5 انذارات وكارت احمر للمقاولين. وقال لك ببارك نادي الزمالك، ظروف صعبه للغايه، نستعد لمواجهه المقاولين ثم نتفاجأ بمواجهه الزمالك. راجل محترم وكلام محترم عماد النحاس، لكن هنعمل ايه في عقليات ناس عايشه للمؤامره؟ واحد طالع زي خالد غندور يقول لك حد قايل لهم يعملوا كده، قايل لهم يعملوا ايه يا خالد غندور؟ مش فاهم. تعالوا بقى ناخد بعض التعليقات من هاشتاج لجنه يعني تعليقين كده ولا حاجه من هاشتاج لجنه حكام لانقاذ الزمالك. طبعا الزمالك فرحانين، اسف اني باخر الشغل والله، ما لجنه حكام مش عارف ايه. قال لك ايه؟ الغريبه يا اخي ان مرتضى كان معترض بشده على تعيين الغندور رئيس لجنه الحكام، لجنه حكام لانقاذ الزمالك، جمله في الجون. ما هو بص يا جماعه، ممكن اي حد مرتضى منصور يهاجمه، تحس ان هو بقى بيتراجع، الراجل اللي بيهاجم مرتضى منصور عاوز يرضي مرتضى منصور عشان الهجوم يقل عليه، نوع من انواع الضغط من مرتضى منصور. وتاكدوا برضو ان اي حد مرتضى منصور بيهاجمه لازم يجامل الزمالك، ما اعرفش ليه يعني، المفروض بالعكس يعني. قال لك عبده، قال لك الركنيه مش شرعيه، لجنه حكام لانقاذ الزمالك، يا ترى جمهور الزمالك هيعرف ينام النهارده؟ لجنه حكام لانقاذ الزمالك، اصل الاهلي بيكسب بالحكام، دي المقوله الخالده لخالد الغندور ومرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك، اصل الاهلي بيكسب بالحكام، والزمالك من بدايه الدوري لحد دلوقتي بيكسب بالحكام. قال لك ساسي لعب 3 مرات مع 3 انديه مختلفه، قصاه الاهلي وانهزم برضه، يعني النادي الاهلي قصاد الاهلي من هذا برضه اتلعب مع الترجي ولعب مع الزمالك، مش متذكر لعب مع مين تاني الصراحه يعني، مش فاكر. قال لك طارق قال تاجيل لقاء القمه حتى اصابه رمضان والشحات واجايو والشناوي والسوليه وحمدي فتحي، يا كده يا مش لاعب. ما انا بقول لحضراتكم مرتضى منصور ممكن يطلع عليه النهارده، قال لك لو الاهلي لعب مش هلعب عليه كذا بالثلاثه، هنشوف مرتضى منصور هيعمل ايه. ده كان بعض التعليقات سريعا من هاشتاج لجنه حكام لانقاذ الزمالك. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على الفيسبوك وتويتر، لو شفنا أول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك شعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.